اذا مشاهدينا التحيه لكل مشاهدي قناه شوف تي في اما كتابعوا معنا في هذا البث المباشر من ضواحي قلعه سرغنه. مشاهدينا اليوم حنا بواحد الضيعه ديال الجزر. غادي تبقاو معنا في هذا البث المباشر باش تشوفوا معنا كيفاش يعني كيتجنى هذا الجزر وكيفاش طريقة باش كيوصل المستهلك، ونتعرفوا على الاثمنه ديال الجزر بالمناسبه مع واحد المجموعه من الشباب اللي تيقوموا بالجني ديال هذا الجزر. اذا كما شفتوا معنا خيرات البلاد الحمد لله هنا بمنطقه ديال قلعه اسرغنا. إذن كما كتشوفوا معنا هذا هو يعني الجزر، وغادي ننتقلوا بكم عند واحد المجموعه من الشباب اللي تيقوموا بالجني ديال هذا المنتوج وباش يوصل المستهلك او المواطن المغربي. إذن مشاهدينا غادي تبقاو معنا باش نبداو مع هاد الشباب طريقة ديال الغسل ديال هاد الجزر. السلام عليكم. السلام، مرحبا، الله يعطيكم الصحة. الله يحفظك. إذن متتبعي قناة شوف تي في كما كتابعوا معنا في هذا المباشر من ضواحي قلعة سرغنة أحد الضيعات ديال الجزر، كنشوفوا مجموعة ديال الشباب اللي تيقوموا يعني بطريقة ديال الغسل هذا الجزر. غادي تبقاو معنا تتابعوا معنا هذه المرحلة اللي تيمر منها هذا النوع ديال الخضر باش يوصل المستهلك. وكنحيو وكنصفقوا بحرارة على هذه المجموعة الشبابية. تفضل سيدي، تفضل تفضل، احكي لنا على الجزر كيفاش كيدوا الطريقة باش كتحيدوا باش بعدا هي الجزر. اقليم قلعة سرغنة، جماعة ولا قرة، جماعة ولا مستقبل دوار ولا قرة، ويلا بدينا نفلحوا في هادشي ديال خيزو. كي داير المنتوج ديال خيزو هاد العام؟ أول مرة يلا أول نهار بدينا خويا. ياك الثمن شحال واصل؟ الثمن اخويا 60 درهم 70 درهم في الصندوق. 60 درهم في الصندوق؟ اه 60 درهم. ايوا الخير موجود تبارك الله. وكيداير المنتوج هذا العام؟ كنشوفوا داك الشيء تبارك الله ما شاء الله. اوكي اخويا المنتوج مزيان، وبقى كاين الصياير وهذا الشيء مع الكورونا سمحنا شويه. وشكرا. مرحبا، الله يوفق. الله يوفق. إذن مشاهدي قناة شوف تي في كما كتابعوا معنا في هذا اللايف هذا المباشر، هذه هي الطريقة العصرية، يعني طريقة عصرية باش تبعوا معنا. يعني طريقة باش كيتغسل هذا النوع ديال الخضار وهو الجزر باش كيوصل المستهلك والاسواق المغربية. تحية خاصة لهاد الناس، تحية خاصة للفلاح الكبير والصغير. الدجاج الخيزو. وي مباشرة صح. اي مباشرة على الخيزو عندك راه يتصدر. خيرات البلاد الحمد لله، خيرات البلاد ولاد مسبك، يا خيرات البلاد كما كتشوفوا معنا مشاهدينا على المباشر. هو طريقة يعني طريقة باش كي تغسل هذا النوع ديال الخضر. ما
نصفق بحرارة على هذه المجموعة الشبابية وكذلك بحرارة على كل ما شاء الله خير موجود في البلاد تبارك الله. ما سمعتوا ذلك بالنسبة للأثمنة التي وصل 60 درهم للصندوق. هضرنا على الطريقه كيفاش كتعزلوا دابا الجزر دابا كنحيدوا الديجي البورطه من باش ما تبقاش الصندوق باش تبقى الدار القلب ما يسيبش الديجي يسيب مليح فهمتي. الا مشيتوا للسوق نسيبوا الشغلال ما غاديش من عندنا. هيا نعم السلام عليكم. سلام. وقول لنا الأثمنة شحال واصل دابا الجزر شحال واصل الصندوق؟ الأثمنة خويا ما مقاداش على حسب الجودة. نعم بالنسبة لهذا الشيء اللي كنشوفوا قدامنا دابا. كاين 50 درهم 45 درهم 40 درهم. الصندوق الصندوق هذا الفلاح من برشي جا دار التجربة هنايا وصلت ليه مزيانة الله يعمر ربي يسر ليه إن شاء الله بحول الله. إن شاء الله نطلب الله التيسير وكنصفقوا ليه بحرارة. القلعة تستراغنا كلشي على القلعة وناس برشيد وكلشي ديالنا. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي كما كتابعوا معنا في هذا المباشر من ضواحي قناة تستراغنا العمار بنمشيو حرقوا يهربوا علينا والطريقة باش كيتجمع هذا الجزر السلام عليكم. تفضل معنا احكي لنا كيفاش الطريقه باش كتمر باش كيمر هاد الخضر ديال الجزر وباش كيمشي للسوق. نعم الجزر طايح في السوق. طايح في السوق. شحال واصل دابا؟ 500 600. علاش الصندوق 40 درهم حتى 40 درهم للصندوق؟ يعني ما مسلكهمش؟ لا ما مسلكنا. مزيانه المستهلك مزيانه على المواطن. فين كتديو دابا من هنا فين كيتحول هاد الجزرات؟ تمشيو لبني ملال. كتديو لبني ملال؟ يعني مقلعة سراغنا لبني ملال. السوق ديال بني ملال. أول تجربة تقريبا هنا في هاد البلاصة هادي. أول تجربة. والحمد لله كيبان لي المنتوج مزيان خير موجود. كل شيء راه ديال الله. إيوا نطلبوا الله ييسر لكم. الله ييسر لكم. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي كما تابعتوا معنا في هذا المباشر واللي قربنا مشاهدينا أكثر من هذا النوع ديال الخضار والطريقة كيفاش يعني تيوصل المستهلك بالأسواق المغربية والطريقة كيفاش كيتبنى وكيفاش كيتغسل. إذن هذا هو المنتوج ديال بلادنا فالحمد لله الخير موجود وكما سمعتوا معنا. فبالنسبة للأثمنة اللي كتراوح ما بين 25 درهم حتى 50 درهم للصندوق. تحية لهاد الناس تحية لكل الفلاحة الفلاح المغربي اللي تيقوم بواحد المجهود كبير وتيقوم وكيضحي باش يوصل هذا المنتوج يعني للمواطن وكيخلي العرض يكون موجود في الأسواق المغربية. ف أرى السعيد تحية صاحبي صفوان
سفوان سفوان إذن مشاهدي قناة شوف تي في كما تابعتوا معنا في هذا المباشر من هذا الضيعة بضواحي قلعة سراغنة بولاد الطراف بولاد السعيد إذن ما شاء الله خير ديال البلاد موجود فتحية لهاد الناس تحية لكل أو جميع الفلاحة التي يقوموا بواحد المجهود كبير باش يوجدوا جميع أنواع الخضار ووصلوها للأسواق المغربية. إذن كما تابعتوا معنا في هذا المباشر واللي بديناه من هذا الضيعة إذن كما كتشوفوا ما شاء الله هذه ضيعة للجزر بضواحي قلعة سراغنة واللي كنصفقوا بحرارة على هاد مجموعة ديال الشباب اللي كيقوموا وكيوجدوا هاد المنتوج للسوق المغربي. وكما شفتوا معنا فخيرات البلاد موجودة الحمد لله وحتى الأثمنة راهي في المتناول أثمنة مناسبة كما قالوا لنا هاد الإخوان يعني ما بين 25 درهم حتى 50 درهم الصندوق ديال الجزر. إذن المشاهدين ما بقى لي إلا نودعكم نلتقي مباشر آخر إن شاء الله. تحية لكل متتبعينا إلى اللقاء.